ما خلفهاش ما لكن ده فل كده ده؟ ده فل يعني هو زرعه المفروض خمسات، بس في ناس كان قلبها ضعيف يعني في الفل، اخلي ستات، صار وقت ممكن اخلي اربعات، ممكن اخلي خمسات، وبرضه حتفل مرحله ثانيه. المرحله الاخيره دي طبعا عيمشي فيها الزرع مثلا، يكون حيكون في كمبل ممكن يفل، ممكن يكون في زرع في 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 قرون ومفل فيه. يعني من انا الفل موضوع الفل ده مش هينتهي يعني. الفل ده انا بص بالنسبه لي دي اتفلفلت من بعضها، الزرع ده يعصب. غير لما يكون كثافه، هي ما هو كانت ممكن كانت يعني تعدي 32 حبايه وممكن يكون 25 يعني على حسب. فلكن انا لازم ايه اخليه دلوقتي، خليتها خمسات، تحس الزرع عصب المره اللي فاتت على المره دي. انا وانت مثلا تبحنا في الفله اللي فاتت، بص تلقى الزرع كان مسرت، لكن دلوقتي تبص عليه بدا يعصب. بدا يعصب. مثلا اي حاجه قاعده سته ولا حاجه، انا المفروض ناخذ منها، ناخذ منها وخليهاش مثلا زي ما زي ما زي ما هي قاعده، عشان خاطر برضه ايه تمام. هذا المن اللي هو ايه، هذه المشكله اللي ايه، اجيب العسل. شايف في من الاصفر والاسود، بص شايف، انا وانت عملت الكاميرا دي. هو ده دلمن. ده بسبب الحراره مع الصقع. اجيب العسل يعني نهار حراره وبالليل صقع. اجيب عسل ده مثلا. شايف الورقه دي، بص شايف الكثافه. مشكله. ده بص تلقى الزرع يخر معك عسل. العلاج بتاع الكلام ده، البرميل يقول لك ليه كيس مسبلان، حط كيسين مسبلان في البرميل الضعف يعني. الضعف هيقضي. انا احنا ما احنا يعني عن تجربه وعن يعني لو ثاني يوم تبص الزرع ما تلقاهش فيه اي حاجه. ولكن يعني على البرميل كيس واحد هتحس مش هيجيب نتائج. لو مثلا نحط مثلا البرميل مثلا في اكثر من يعني ثلثين برميل، تحط لهم كيس برضه يمشي الحال. اهم حاجه يكون الله يديك العافيه عبد. القزازة والجلابية والشوالة هاتين هنا.